ما شاء الله عمرو الحلواني كان ليه لقطة حلوة جدا، لقطة ما كانش حد فاهمها في الأول. تمام. بعد هدف أحرزه عمرو الحلواني راح في طفل كان بره الملعب، وهتكون معانا اللقطة دي. اللقطة دي يا كابتن عمرو، إيه قصة اللقطة دي؟ اللقطة دي الولد ده صغير، ده اللي بيلم الكور في الملعب، حوالين الملعب. فجي أنا الوحيد والله كابتن أسامة، جه لقيته بيقول لي باللفظ كده: كابتن انت لو جبت جول النهارده هتجيلي؟ قلت له هجيلك والله العظيم. قال لي هتيجي تشيلني يعني تجبر بخاطر؟ قلت له والله العظيم لو جبت جول لاجيلك. الحمد لله ربنا كرمني وجبت جول. حتى كابتن اسامه لو انت جبت اللقطه بتاعت الجول هتلاقيه بقول للولد الصغير فين، الولد الصغير فين. فممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى خلاني اجيب جول عشان الولد ده، عشان اكبر بخاطر الولد ده. فالحمد لله انا كمان كنت مبسوط جدا يعني اللي انا جبت جون عشان الولد ده، ومبسوط جدا الولد طلع بعد الماتش كان فرحان جدا، اللي هو يعني اتشيلته والناس كلها اتكلمت عليه. فكله الى جبر الخواطر كابتن اسامه، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. جبر الخواطر ده حاجه جميلة. وفي حاجه كمان كابتن اسامه، يعني اي حد في الملعب هيقول لي نفس الكلمه هعملها، حتى لو غلط هعملها تاني وتالت ورابع، يعني الا جبر الخواطر كابتن اسامه. بس هو عشان الولد ده كان ليه ظروف خاصه، كان عنده السكر كده، ولد صغير، فربنا يشفيه يا رب. وهو ولد جميل جدا وبيحب اسوان، هو من اسوان وبحب اسوان، وانا يعني بحب الشعب ده، والولد ده ربنا كريم ان شاء الله باذن الله. اسوان من الانديه الكبيره جدا، وما شاء الله عندكم كمان مجلس اداره، على اعلى مستوى، ناس محترمين. طبعا كل الناس بصراحه ناس محترمه جدا، وكمان الشعب شعب جميل قوي يا كابتن اسامه. يعني احنا رحنا هناك لعبنا 3 ماتشات، والله يا كابتن اسامه عايز اقول لك يعني ناس محترمه، بيحبوا البلد وبيحبوا الناس وبيحبوا لعبه الكوره. يعني في التمرين بتلاقي بال1000 وال2000 بييجوا يتفرجوا علينا. لما كسبنا ماتش انبي كابتن اسامه من الاستاد لغايه الاوتيل، جمهور ماشي ورانا، عايش الكوره طبعا. تحس ان انت يعني في نادي وراك، في جمهور وراك بيحبك يعني. فلا بصراحه من الناس اللي حتى محترمين بيقابلوك بمقابله كويسه من المطار لغايه الاوتيل. لا ناس محترمين جدا وانا بحبهم بصراحه.